بكم معنا في حلقه جديده من بوب اب نيوز. كنتلاقاو بكم كيف العاده من اثنين حتى الجمعه باش نتقاسموا اخبار الفن والثقافه، وماشي غير كنتقاسموا اخبار تقدر تفيدنا جميع. في بدايه الحلقه سميت بغيت تكلمنا على توقعات النمو السكاني، زياده سكانيه في العالم خلال السنوات القادمه. احتفل العالم باسره باليوم العالمي للسكان اللي كيكون يوم 11 يوليوز، وتما خرجوا تقارير تفيد بانه عدد سكان الكوكب هو 7.7 مليار نسمه، والرقم غادي يوصل ل 8.8 مليار نسمه سنه 2035، وفي الاخير ل 9.7 مليار نسمه سنه 2050. ديك الساعه غنوصلوا ل 10 ديال المليار، وهذا الشيء كيكذب كل الشائعات اللي كتقول بان هناك مؤامرات لانقاص عدد سكان الارض. لا لا لا، عدد سكان الارض اقوى من المؤامرات. نشوفوا اخبار واحده اخرى بزاف. أعلن المخرج دريس الروخ من خلال صفحته الرسمية على انستغرام عن قرب عرض فيلم سينمائي جديد جرد ملحة بالقاعات السينمائية المغربية. للإشارة، الفيلم شارك مؤخرا في المسابقة الرسمية لدورة 37 مهرجان الإسكندرية للسينما المتوسطية بمصر. يشارك كل من دريس، قرناشي، سامي سنوسي وزينب مزور في الإقامة الفنية المنظمة من 24 يوليوز إلى 23 غشت من جمعية ليمون آخت، التي ستتوج بعرض الأعمال المشاركين فيلا شاتلي بفرنسا إلى جانب الفنان حسن حجاج. تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان يومي 22 و23 يوليوز الدورة 11 لليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط. البرنامج يشمل عرض 9 أفلام وتنظيم نقاش بقاعة الندوات لمشاركة مسؤولين باحثين وفاعلين جمعويين. دولي تقاسم مع متابعي الأوبي ديالو جديد ميكس تيب. شاك الزال عندهم كبدا ميشا، شحام رسام قاش عندو غشيشا، كرتشق في الله وراسي وماما سيشا. من بعد زابين دائما كنقترحوا عليكم روبورتاج فين كنحاولوا نقربكم من احد المبدعين المغاربه. اليوم المجال هو الفريستايل في كره القدم. الفريستايل في كره القدم اللي هو مجال يتطور يوما بعد يوم. علاش؟ لانه الاصل ديالو هو تطوير الحركات. كاين واحد البطل المغربي هو رضا ضحو، بطل المغرب وشارك في العديد من المسابقات الوطنيه والدوليه، بغى يقدم نفسه ويقدم الفن ديالو من خلال هذه الحلقه ديال بوب اب نيوز. السلام عليكم، معكم رضا ضحو AKA Red Devil فوتبول فريستايلر، وانا معكم على بوب اب. فريستايل فوت اكتشفته عن طريق كريستيانو رونالدو، كنت ديما كنتفرج في الفيديو ديالو ديال لي سكيلز ومهارات ديالو. من بعد وليت كنتفرج فيديوهات ديالو قبل الماتش كيتسمى الوارم اب، دونك انا ملي شفتو بحال هكا عجبني داك لو ستيل، صافي ديال البدايه ديال ما فريستايل. فريستايل بديتو في الدار وفوكسيت عليه في 2018. البدايه ديالي كانت عشوائيه، غير كنشد كره وكنبقى نجونغلي كما كنقولوا جونغلاج مستيلي. في 2018 ما فين فوكسيت عليه وليت كنتريني احسن من الاول. من بعد وليت مفوكسي في شي حوايج اللي خاصني نطورهم، حيت فريستايل فيه بزاف ديال لي ستيل ولا تصنيفات. ابار كاين ابار، كاين سيدان، كاين لاور، كاين البلوك. كنت انسبيري من ستيل ديال الجابون، هو اللي كيكون فيه البريك دانس، دونك كنشطحو مع لابال. من بعد وليت كنتفرج في مسابقات ديال فريستايل فوت، و تما فين عاوتاني وليت كنقلب على تعلم طريقة تعلم الفريستايل. كنكتب فريستايل فوت تيتوريال. بالنسبة للمسابقات أنا شاركت في 4، واحدة كانت في 2016 كنت جيت فيها توب 16، جيت أنا الأخر. في 2018 عاوتاني دارت في كازا، جيت فيها أنا الثامن، وكومبيتيسيو الثالثة دارت في مراكش وجيت فيها أنا الرابع، وفي 2021 ما كانت كومبيتيسيو، في 2021 دارت وحدانيت عاوتاني في كازا هي اللي ديت، وكان اللقب ديالها هو فريستايلر اوف دير. ملي وليت نفوكسي فريستايل كنحاول نتريني وفي نفس الوقت ندفع باش نلقى خدامي، ندير عروض بحال هكا. الحاجة اللي تعلمت من فريستايل هو الصبر. غير المسابقات كدار واحدة في العام ولا بعض المرات ما كدارش كاع. كيما قلت لك اخر مسابقة اللي دار درنا حنا درا ديال فريستايل بيناتنا، ما زعما ماشي شي شركة اللي تكلفات ولا شي حاجة. فريستايل المغربي كيما قلت لك باقي مهمش، ما واخدش حقه، كاينين دراري تبارك الله نيفو واعر،
والمشكل اللي كنلقى هو كما قلت لك ما كاينش مسابقات بزاف وما كنلقاوش دي سبونسور اللي غادي يمولونا مثلا باش نمثلوا المغرب مثلا في برا. كما قلت لك خاص يكون غير الفلوس وغادي تمثل المغرب. الفريستايل في كرة القدم انتشر عبر العالم، بزاف ديال الشباب مهتمين به، ومن بين الرياضات ايضا الاستعراضيه بحال الفريستايل في كرة القدم كاين رياضه التيك بول، رياضه جديده واللي سحرات نجوم العالم من بينهم البرازيلي رونالدينيو. هي كتجمع ما بين كرة القدم والتنس الطاوله، فمن خلال الصور اللي كتشوفوا دابا تقدروا تاخذوا فكره. خاص بنادم يكون كوايري بزاف باش يلعبها. رونالدينيو احسن مثال، سيتون ايكون، يعني هو ايقونه ديال هذه الرياضه ومبرعه بليكوتسيز وشونغلاج. كنتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقيته زوينه معنا. يمكن لكم تعاودوا تشوفوا حلقات سابقه عبر موقع قناه الثانيه دوزيام بوان ما ولا الابليكاسيون ماي دوزيام. شكرا للمتابعه والوفاء، السلام عليكم.